بشار نائب رئاسة مشتركة للجنة الاقتصاد. طبعا تشارك اللجنة الاقتصادية ضمن فعاليات اليوم الثاني من حملة التدريب على السلاح بإداراتها ومؤسساتها وأعضاء اللجنة الاقتصادية. طبعا إجمالي العدد كان 94 من الرفاق والرفيقات، واليوم استكملنا العدد ب 65 من الرفاق والرفيقات. طبعا تمت هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع الرفاق في لجنة الدفاع. الهدف منها توعية الرفاق بالسلاح وأهمية السلاح من أجل تحقيق مبدأ الحماية الذاتية. طبعا وهذا هو النهج الذي نسير عليه ضمن إدارات ومؤسسات الإدارات الذاتية في الشمال والشرق السوري. الرفيق عمار عرب رئاسة المشترك المكتب الدفاع في منطقة الطفرة. اليوم عم نكمل فعالية تدريب السلاح الموظفية ولجان الإدارة المدنية الديمقراطية. كان هدفنا الأساسي من هذه الفكرة إنه يكون عند الرفاق فكرة أساسية ولو بسيطة عن كيفية فك وتركيب السلاح وكيفية الرماية على السلاح، لأنه لحماية الوطن والدفاع عنه هو هدف إنساني، يعني مو مختص بس بالقوات العسكرية، يعني كل فرد.